السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة سودانية 24 محبي برنامجنا نكهة خاصة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات رمضان في ثاني رمضان معنا. إن شاء الله كمان يا رب الليلة حلقتنا حلقة مميزة زي ما كانت معنا مبارح، فالليلة كمان برضو عندنا دكتورة جميلة جدا هتكون معنا طيلة شهر رمضان، دكتورة مناسك، أهلا وسهلا بك يا دكتورة. كيف فيكي؟ رمضان كريم ليكي ورمضان كريم لكل أسرة سودانية ومتابعينا في سودانية 24، وجمعة مباركة عليكم كمان. جمعة مباركة عليكم جميع المشاهدين. فالليلة إن شاء الله حنشتغل مع بعض أطباق سهلة وبسيطة زي ما عودناكم، حيكون معنا الأجنحة بالفرن وكمان حيكون برضو معنا اللي هو الفطاير المقلية، وآخر حاجة حيكون معنا سكسكانية بالكسر. مع بعض خلينا نطلع نشوف مكونات طبقنا الأول ونرجع لكم. رجعنا لكم بعد شفتوا معنا مكوناتنا لطبقنا الأول اللي هو فتة الأجنحة. ففتة الأجنحة هي شنو؟ بما أنه أنا قلت فتة يعني حيكون معنا فتة شوربة، حنركب معنا شوربة عادية جدا. أنا هنا الليلة اشتغلتها بالأجنحة، تمام؟ يعني جبت معايا الأجنحة، شلنا الجزء اللي دائما إحنا بنقول بيشيل معنا الزفارة، شلناه نهائيا من الأجنحة. بعد كده غسلته كويس خالص ونقعته زي ما بنقول دائما بمويه فيها ملح وخل وسكر، قلنا الحاجه دي بتشيل لنا الزفاره الموجوده في الدجاج عموما. بعد كده حنعمل شنو؟ جبت معايا في حله، جبت مويه ساخنه، المويه تكون معايا ساخنه برضو اول حاجه بتشيل لنا الزفاره برضو، والحاجه الثانيه انه بتسهل لنا عمليه النضج. خدتنا هنا شوربتنا، خدتنا فيها البهارات الصحيحه، يعني حتعملي شوربه بالطريقه العاديه جدا شوربتك. بعد كده هتخليها تستوي، هتشيلي منها الدجاج اللي هو الأجنحة، شلناه على جنبه خليناه لحد ما يبرد معانا كده تماما. هنجيب معانا الصوص، أنا هنا صراحة اشتغلته بصوص عملته هنا، هيكون معانا طبعا شكله بالشكل ده. ما نزعت الجلد من ال لا الجلد ايوه الليلة اشتغلته بالجلد صراحة، فدايما لو لاحظت انه الأجنحة صعب ان انت تشيل كل الجلد منها. ايوه هي معروفة انه دايما بتكون بالجلد وبتكون طعمة، ما انت اهم حاجة شلت منها الزفارة. بعد كده قلنا شلناه من الشوربة خطيناه على جنبه. انا هنا عملت شنو؟ جبت معايا صوص هتبله تتبيلة، دي حاجة اختيارية، دي حاجة انا عملتها. جبت الدجاج هنا معايا تبلته تتبيلة عادية جدا، خطيت معايا كاتشب يا اما صلصة،
بعد كده اذا كنت حابه تضيفي الزبادي ممكن، حابه تضيفي الطحينه ممكن. تتبيله الدجاج دي حاجه بترجع لك انت، في جميع في انواع كثيره من التتبيلات. فانا تبلتها بشنو؟ تبلتها بمسترده، حطيت فيها كاتشب، قلنا ممكن تشيلي الكاتشب تستبدليه بالصلصه. وعندنا كمان دبس الرمان حاجه اختياريه، اذا كانت متوفره بتدي طعم جميل جدا لل ايوه بتدينا مزازه كده جميله للدجاج. عندنا كمان البهارات، تبلتها بكل البهارات اللي انت متوفره معاكي. انا كان معايا توم البودره مثلا، بصل البودره، عندك البابريكا، الكاري، قلنا الحاجات دي حلوه خالص للدجاج. تبلناه مع شويه زيت، اذا كان زيت زيتون افضل. بعد كده جبت معايا صينيه الفرن، حطيت فيها بصل، خدينا معانا طماطم، وخدينا فلفليه، خدينا عليهم الدجاج اللي هو اساسا مسلوق، ليش؟ شلناه من الشوربه. خديناه بعد ما تبلناه كويس، دخلناه معانا الفرن، طلع معانا بالشكل ده. هو قلنا ده الجناح شلناه على جنبه، والشوربه حقته طبعا حنستفيد منه، يا اما تعملي فيه ممكن ويكه، ايوه تعمليه ام رقيقه، ايوه بالكسره ممكن، وممكن تشربيه شوربه عاديه اذا كنت مثلا ضايفه له مثلا بطاطس جزر، هتبقى معاكي شوربه، يعني حتكوني عملتي من نفس الطبق كذا صنف، يعني شوربه بخضار وشوربه مثلا فته. احنا اللي حنشتغله فته، فده هنا قلنا معانا صينيتنا لي اللي هو الدجاج. فبنحاول نعمل بالذات في رمضان وصفات سهله وبسيطه. فشوربتنا حنعمل فيها شنو؟ حنعمل لها قدحة عادية جدا، حقوم انا افته، بس الفتة حنفته هنا معانا ممكن تقدمي، ايوه. حنشتغله بالخبز المحمص، قلنا الخبز المحمص اللي هو شنو؟ حتجيبي معاك العيش حتقطعيه بنفس الشكل ده، بعد كده قلنا يا اما تحمريه بالزيت يا اما تدخليه معاك الفرن حيطلع معاك مقرمش، يعني الحاجة دي بترجع ليكي انت. فاحنا هنا معانا خبزنا محمص، وقلنا هو بالطحينة، يعني فتة الأجنحة بالطحينة. هنا معنا طحينة، هنعمل معنا صوص، صوص بسيط سعدي. جدا ممكن تديني الزبادي، عندنا هنا زبادي، وعندنا ممكن خل أو عصير ليمون، هنا معايا زبادي، الطحينة، أيوة هنا معايا الطحينة. الطبق بتاع الليله بتاع الفته ده هو يعني من ناحيه بتاع البروتين، وطبعا فيه كميه عاليه جدا من البروتين، لكن بس الناس الوزن زايد، ناس القلب، الضغط، السكري، بالنسبه لهم الطبق ده ما ينفع ان احنا نقول بتبدله، لانه الاجنحه في حد نفسها مشكله. ممكن نستبدل الاجنحه بصدور ونزيل الجلد لانه فيه نسبه عاليه شديد بتاع الدهون. فانا هنا حاعمل معايا صوص الطحينه، ايوه هنا معايا زبادي، وقلنا اضفنا معانا الطحينة، عندنا الزيت ممكن من هنا تديني، ممكن زيت سمسم او زيت الزيتون اذا كان متوفر، عندنا زيت عادي ولا سمسم؟ ايوه عندنا ممكن طبعا زيت شمس معروفة. هو زيت جميل جدا، اهم حاجة انه ما فيه رائحة، يعني حلو. وزيت كمان قلنا بينفع معانا لجميع الوصفات هنا، وقلنا معانا يا اما عصير الليمون يا اما الخل. بعد كده هنضيف معانا الملح، هنضيف الفلفل يا اما الفلفل الاسود او الفلفل الابيض، كان متوفر معك الشمار حابه تضيفيه برضو ممكن. وعندنا كمان توم، يا اما التوم الطازه يا اما توم البودره. انا هنا ممكن انت تتكلم عن قيمه الطبق الغذائيه. بالنسبه للطبق بتاعنا الليله مع فيفي، بالنسبه للفته في حد نفسها هي فيها سعرات حراريه عاليه جدا، اللي هي ما يعادل تقريبا 1581 سعر حراري، ما يعادل 1581 سعر حراري. كبروتين عندي 119 جرام تقريبا من البروتين، وعندي نسبه كبيره من الدهون فيه، بيتميز بانه فيه نسبه كبيره بتاعت كالسيوم، لانه الجدال طبعا فيه نسبه بتاعت كالسيوم، وكمان بالاضافه للبروتين. بس بكلنا الطبق بتاعنا عنده مشكله بالنسبه للناس اللي بيكون عندهم مشكله بتاعت قلب، جلطات، زبحات، تصلب شرايين، برضو مرضى السكري. افضل نحن نستبدله بانه نحن ناخذ صدور بتاع دجاج او ارجل، نطلع منها كل الجلده ونطلع الدهون الزايده ونستعملها. طبعا بالفرن هي اسلم طريقه صحيه احسن، في ناس بتميل انها تحمره لكن بالفرن دائما احسن. بالنسبه للعيش الفته ممكن الافضل طريقه نحن نحمصه طبعا بالفرن من دون زيت، فنحن لما نضيف له زيت كده بنديه سعرات حراريه زياده. بالنسبه للناس ممكن وزنهم قليل ما عندهم مشاكل في القلب او كده، ممكن يستعملوا ان هم يقلوه في حبه زيت او يضيفوا عليه زيت ويدخلوه الفرن.
الطحينه برضو فيها قيمه غذائيه عاليه من ناحيه انه الزبادي والحياة طبعا عارفين كلنا الالبان فيها كالسيوم، والسمسم كمان اللي هو من الطحينه بمعادل لي 6 اضعاف من اللبن السمسم. فالناس اللي بيكون عندهم هشاشات عظام او كده دي بالنسبه لهم سلطه الطحينه واضافوها على كل وجبه بالنسبه لهم حاجه مفيده جدا. وبرضو كمان حنخد معاه رز يعني حيدينا ما شاء الله زي ما انت قلتي. بس نحاول دائما احنا مع وجباتنا نخد دائما يكون عندي صحن كبير بتاع سلطه، ودائما بعد الافطار ابدا بشوربه وسلطه. سلطه أيوة. مهمه شديد فعلا. اهم حاجه انه ممكن اول ما تقطعي صيامك تقطعيه ب بالبلح والشوربه. ايوه اول حتى من حاجه ثانيه غير الشوربه، غير النشا. ايوه النشا حاجه دافيه تكون على المعده بحيث انه المعده ما تتعب او كده. طيب احنا هنا عملنا شنو، جبنا خبزنا المحمص خليناه بالشكل ده، زقناه من الشوربه اللي احنا عملناها. طبعا شوربتنا فيها كل حاجه. بعد كده حنعمل شنو، حنشتغله بطريقه عاديه جدا. هنجيب هنا معانا الرز، ممكن ناخذ من هنا، ممكن في الفتره دي خلونا نطلع نشوف مكونات طبقنا الثاني ونرجع لكم. سامع اصلا ما سامع عمري. بعد ما شفتوا معنا مكوناتنا للفطاير المقليه، وكمان زي ما انتم عارفين احنا في لايف في الفيسبوك للناس اللي كانت بتشتكي انه هي ما قادره تتواصل معانا، فاس كده فتحنا لكم الفيس، فما عندكم تاني اي خيار. وكمان برضو الليله حننتظر مكالماتكم عشان تتكلموا وتتواصلوا معنا مع الدكتوره ان شاء الله. احنا في الفتره دي ممكن مسافه ما احنا نظبط طبقنا للفته، يعني حنعمل شنو، خدينا خبزنا ورشيناه بالشوربه، بعد كده خدينا عليهم الرز، حنجيب الدجاج اللي احنا عملناه حنديه تزيين كده اخير. في الفتره دي ممكن نطلع فاصل بسيط كده ونرجع لكم، انتظروا. بعد قبل الفاصل شفنا مع بعض اللي هو فتتنا، فتت الدجاج بالطحينة، وكمان دكتورتنا ورتنا القيمة الغذائية لطبقنا ده، وكمان أرقامنا كانت على الشاشة. إحنا الليلة منتظرين فيها اتصالاتكم إن شاء الله، وزي ما كمان ورناكم إنه إحنا برضو لايف على الفيس وعلى موقعنا للتواصل. دكتورة نراجع مع بعض القيمة الغذائية لل للفتة. لا احنا حندخل لا مش الاول الفتة. ايوه ده نشوف الفته ده نكبر عشان الناس ننبهها اليوم ثاني. الفته يا جماعه انه احنا قلنا فيها 1581 سعر حراري، هي من ناحيه سعرات حراريه عاليه شديد، عندي فيها الدهون كثيره من ناحيه انها هي فيها 104 جرام من الدهون وفيها 119 جرام من البروتين، غنيه بالكالسيوم بالبروتين. بس مهم جدا انه ناس القلب والضغط والسكري يعملوا حساب منها شديد، ويا ريت نستبدل الاجنحه بالصدور. ايوه طبعا زي ما انت قلتي لانه معنا. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم، كيفك؟ تمام، كل سنه وانت طيبه ورمضان كريم. وانت طيبه، تصوم وتفطر على خير ان شاء الله. هيبات هيبات. ايوه كيفك يا هيبات؟ والله بخير الحمد لله. كيف رمضان مع انه يا دوب لكنها والله الحمد لله. الحمد لله الاجواء كويسه الايام دي، الاجواء معانا كويسه. الليله سخنت. لا سخنت لكن برضه
فانت طبعا تتكلمي ممكن ما احنا طبعا شفنا مكوناتنا دي. اهلا، كيف اخباركم؟ تمام الحمد لله، كيف انت وكيف الصيام؟ الحمد لله رب العالمين، تمام والله الحمد لله. اتفضلي اسمعيني. يعني هنا يا هيبات حنشتغل اللي هي الفطاير المقليه، فحتشوفي معانا فطايرنا، لكن انت لو عندك سؤال قولي. تفضلي. والله انا عايزه اشوف البرنامج الغذائي، المفروض انا اتفق عشان انا عايزه انزل الوزن، فكل ما اعمل برنامج بعمله براي يعني، فبقوم بفشل. فدايره اشوف في رمضان الواحد المفروض يمشي يعني. طيب بالنسبة للبرنامج الغذائي يا هيبات، هو أنت أي زول مفترض عنده نظام غذائي براوي يعني، يعني ما ينفع تمشي تفتحي من النت وتنزلي الليلة أجرب الرجيم ده والليلة أجرب الرجيم ده، لازم تتابعي أهم حاجة مع أخصائي بتاع تغذية ويكون متخصص ضبط وزن. كنصائح عامة بالنسبة لضبط الوزن عندنا في رمضان، إنه نحن نهتم إنه وجبات تكون منتظمة، يعني في فترة بتاع الفطور لازم تتناولي زي 3 وجبات. أول ما تحلل صيامك عندك 3 بلحات وكاسة موية، صلي المغرب تعالي راجعة اشربي شوربة نشا، لا شوربة يا ريت ما تكون شوربة يعني، مثلا لو عايزة تعملي شوربة فراخة وكده تطلع منها الدهن، شوربة بتاعت لحمة مثلا او شوربة بتاعت خضار، اذا اللحمة برضو نطلع منها الدهن، ونفضل لحمة بقر احسن من لحمة ضان لانه الدهون فيها شوية اقل. تشرب الشوربة، تبدي بالسلطة اول، يعني نحن نص الكمية بتاعتك، اذا ده الصحن بتاعك نص الصحن بتاعك يكون عبارة عن سلطة، قدر ما لو انت في السلطة قدر ما يكون كويس الحاجة المتوفرة عندك. النص الثاني من صحنك تقسميه ذاته على نص، يبقى ربع منه عبارة عن نشويات رز، يعني مثلا عندك عيشة واحدة او 5 ل6 معالق بتاعت رز، او 5 ل6 معالق بتاعت مكرونة، او طرقة بتاعت قراصة حجمها متوسط، او طرقة واحدة بتاعت كسرة، تمام؟ او عندك 5 معالق بتاعت عصيدة. النص الثاني يكون عبارة عن بروتين، او الربع الثاني الاخير يكون عبارة عن بروتين، مثلا عندك البروتين نباتي او حيواني، فراخ لحمة سمك، او بروتين نباتي عدس فاصوليا فول، ممكن برضو في البيض دي كده، بيكون تكخلتي وجبة كاملة في الفطور. بعد الفطور لملمتي والمضايرات بتاعتنا بتاعت البنات في البيت وكده خلصتي، بعد تجي من التراويح ممكن تتناول كوباية بتاعت عصير، لكن يا حبذا يكون ما تضيفي لها سكر، يعني يكون من دون سكر، عصير طبيعي أيوة من دون سكر. بعديها تاني ممكن تحاولي تعملي أي نشاط رياضي، ممكن تتمشي مثلا مسافة نص ساعة لساعة، طالما أنت عايزة تقللي الوزن بتاعك أفضل يكون لفترة بتاعت ساعة. بعد تجي راجعة طوالي من المشي، ويا حبذا لو لقيت لك طريقة تعملي تمارين في البيت أو تنزلي جيم بيكون كويس جدا. ما لقيت طريقة بتاع الجيم، افتح اليوتيوب اكتبي انشطة رياضية في البيت، بتقدر تعملي كمية كبيرة من الانشطة الرياضية من عندك في البيت. بعد ما تخلص النشاط الرياضي طوالي ممكن تاخدي لك بياض بيضة او كاسة صغيرة بتاع الزبادي. عندنا من المفاهيم الغلط انه بيقول لك انه بعد الرياضة ما تتناول اكل الا بعد ساعتين، لا انا مهم بعد الرياضة اتناول حاجة فيها بروتين كمية صغيرة، يعني بياض بيضة واحدة او كاسة صغيرة بتاع الزبادي بعد الرياضه مباشره، يعني في اول نص ساعه بعد الرياضه. ليه؟ لانه انا بفقد الكتله العضليه، فانت لما تنزلي بتلقي نفسك انه فعلا نزلتي وزنك نزل بسرعه، بعد شويه بتلقي نفسك انت ثابته الوزن بتاعك ما بينزل. ليه؟ لانه انت اصلا خسرتيه، وده عباره عن كتله عضليه ما كتله دهنيه، فانا بحاول اعوض يعني البروتين بسرعه. شكرا كده لك يا هيبات، ان شاء الله تكوني استفدتي من الدكتور. واهم حاجه برضو عندي في رمضان لازم المويه في الفتره بتاعت فاطرين، لازم نشرب كميه كبيره من السوائل. يلا احنا هنا كمان برضو قاعدين نشتغل، هي عايزه تنزل وزن احنا قاعدين نزيد وزن نزيد في الوزن. فهنا انا عزنت الفطاير المقليه، هي كانت عباره عن 3 اكواب من الدقيق، اضفت لها 2 ملاعق من حليب البودره، 2 ملاعق كبار، 1 ملعقة كبيرة من السكر، وكمان اضفنا رشه من الملح، واضفنا اللي هو 1 ملعقة صغيرة من الباكنج بودر. ده هنا عجيننا، عجناه بكوبايه من المويه، المويه تكون معانا دافيه، وكتري من العجن، يعني طولي في مده العجن عشان تطلع معاك العجينه طريه، حتخليها ترتاح، حاجه بسيطه حنغطيها. وبعد كده احنا الليله اشتغلناه فطاير مقليه، مع الايام ان شاء الله حنشتغل مع بعض الفطاير اللي بالفرن، حنشتغل اللي هو جميع انواع الفطاير حتشوفوها معانا طيله خلال الشهر ان شاء الله. فده هنا بعد ما خمرت، بعد ما خمر معانا يعني كويس فتره ساعه، نص ساعه من نص ساعه على حسب الجو. فده هنا هيكون ملمسه معانا بالشكل ده. طبعا التشكيل بعد كده زي ما انت حابه، احنا هنشكله بطريقه كده سهله وبسيطه. طبعا انا الليله هنا حاسيه معاكم جبنه وجزر، يعني الحشوه ممكن احنا نقول انه
حتى كمان على فكرة الحجم والمقاس والكمية. ممكن ننوع برضو نعمل لحمة. أيوة يعني زي ما قلنا الحشوات. أيوة الحشوات زي ما أنت حابة. أنا هنا هستغلها بطريقة زي ما قلنا مبسطة بأبسط حاجة. أيوة في أفارق طبعا من السمبوسة. السمبوسة كمان هنستغلها في الأيام الجاية إن شاء الله. أيوة هو عبارة عن شنو هنشوفه. أنا هنا زي ما قلت هحسيه بي طبعا الجبنة والجزر بتكون من الحاجات المتوفرة عموما في كل بيت. هنعمله زي ما قلنا التشكيلة زي ما أنت حابة. أنا هنا هشكله بطريقة كده سهلة على شكل مثلث زي ما قلت الليلة. أطباقنا بتاعت اليوم أي زول عايز يزيد وزنه الليلة الأطباق دي مناسبة جدا، لكن الناس اللي عايزة تقلل وزنها تحاول تبعد بذات السمبوسة والفطيرة بتاعتني المقلية. أنا خليك أنت تشكلي واحدة ثانية. أوكي الفطيرة بتاعتك دي هي دي ممكن تعادل لي ما يعادل من 100 ل 150 سعر حراري. تفضلي في القطعة الواحدة بس زي ما أيوة فزي ما قلنا احنا شكلناها بطريقه سهله وبسيطه. وبعد كده هنحمره بالزيت. الزيت طبعا هيكون معانا محمي، يكون معانا حامي كده. بسم الله هنشوف كيف. ممكن برضو يا شيف ندخلها الفرن بدل الزيت. ايوه بحيث انه يعني هي لما تكون مقليه بتكسب لي قريبة دبل سعرات حرارية. أكيد طبعاً. لكن أيوة لما تكون هي معمولة بالفرن بيكون أفضل. لو في ناس عندهم الاير فراير المغلاة الهوائية برضو هي من الحاجات اللي بتخلي لي إنه الأكل شوية نبعد عن الحتة بتاعت الدهون أو الحتة بتاعت الزيوت بتاعتنا. يلا أنا هنا بس اخترت إنه هي تكون معانا مقلية. ليه قلت؟ لأنه تغيير بسيط. في ناس ممكن يكون الفرن ما متوفر معهم. بالشكل ده في حاله ما متوفر فيه ممكن في الطوه ساي. أيوة. يعني زي فهم القراصه او كده مش ايوه او فطاير الطوه برضه يعني زي فهم القراصه نمسح الطوه بحبه زيت كده وناخدها نقلبها بجاي في حال انه ما متوفر فرن او الكهرباء قاطعه او. فدي كانت فكره معانا الفطاير المخليه. ممكن احنا تشكلي عادي خطيه. فممكن بعد كده نطلع نشوف حلانا لليله السكسكانيه بالكستر ونرجع لكم. رجعنا لكم بعد ما شفتوا معنا مكوناتنا للسكسكانية بالكستر. سكسكانية يا دكتورة اللي بالكستر. طبعا السكسكانية من الحاجات الحلوة خالص برضو في رمضان. ممكن نشتغل على فكرة مالح ونشتغلها حلو. احنا الليلة هنشتغلها مع بعض حلو. ممكن هنا نوطي معنا النار عشان تستوي من جوا. هنعمل شنو هنا؟ طيب السكسكانية بتاعتنا لليلة هي من ناحية سعرات حرارية برضو زي ما قلنا انه الليلة يوم الناس وزنه قليل. طيب بالنسبة للسعرات الحرارية فيها الكمية اللي هتحضرها لنا فيها 1890 سعر حراري. من ناحية كربوهيدرات فيها 355 من الكربوهيدرات أو من النشويات، فيها 49 جرام من البروتين اللي هو عندنا من الحليب ومن الكريم شانتيه برضو فيه نسبة بسيطة بتاعة بروتين. عندي من ناحية الدهون فيها 39 جرام من الدهون. فهنا معنا كمان مكالمة يا دكتورة مياس. أهلين يا مياس. رمضان كريم يا مياس. السلام عليكم. عليكم السلام. كل سنة وانتي طيبة. وانتي طيبة. ورمضان مبارك عليكم. تصوموا وتفطروا على خير يا رب. علينا وعليك ان شاء الله يا رب. تفضلي يا مياس. تابعتينا من البداية؟ شكله كده قطع معنا الخط. هنا طبعا زي ما قلنا معانا شنو؟ معانا السكسكانية. حنشتغلها بطريقة مبسطة. هتشتغلي الكستر بالطريقة العادية المعروفة اللي هو هتجيبي الحليب هتطعميه كويس خالص، هتضيفي له الكستر
بعد كده هترفعيه على النار. في اضافات زي الفانيليا، الدريم ويب، دي حاجات كلها بتدينا طعم جميل جدا للكستر عموما. والسكسكانيه برضو ممكن اضيف لها فواكه عشان نديها قيمه غذائيه ممكن اللي هو الكستر يعني ولا السكسكانيه في مع الكستر والسكسكانيه مع بعض يعني ممكن نعمل على شكل طبقات تكون طبقات مثلا او تتخلط مع اي نوع من الفواكه الموجوده. فكره برضو جميله. فانا هنا طعمت معي الحليب او لسه يا مياس كيفك؟ ايوه معك. ها تفضلي. حتى يتكسر عن طريقة الكنافة بالقشطة. ان شاء الله. طبعا جيت يعني رمضان حلويات فحنستغله ان شاء الله لك باذن الله. طبعا يعني احنا مكالماتكم دي حناخد منها اراكم وحنشتغلها لكم طيلة شهر رمضان ان شاء الله. يعني انتظرينا في الايام الجاية يا مياس. ان شاء الله. ان شاء الله. تسلمي كثير. يعطيك العافية. فعلا اي حاجه انتم حابين انه انتم تطلبوها مننا يعني وصفات معينه انتم عايزينها اطلبوها تحت صفحه سودانيه احنا حنشوفها ان شاء الله وحنلبيها لكم على طول. زي ما قلنا الصفحه مباشر معانا برضو في الفيسبوك او على الموقع. ايوه. فهنا قلنا الكستر حيكون بالطريقه العاديه جدا لحد ما يتقل. طبعا معانا السكسكانية طبعا اشتغلناها برضو بالطريقة العادية. السكسكانية ممكن نعتبرها نوع من انواع المكرونات. ايوه ممكن نعتبرها كده. فحنسلقها زي كانك انت عايز تعملي مكرونة. مكرونة اذا ما في سكسكانية ممكن مكرونة. مكرونة. أيوة. يعني في نفس المهم هو المكون الاساسي معانا الكستر. في تحلية من برضو من التحليات القديمة عندنا في السودان اللي هي الرز بالكستر برضو. خلينا نطلع فاصل. ممكن نطلع فاصل بسيط كده ونرجع لكم. انتظرونا. بعد الفاصل قبل الفاصل شفنا مع بعض السكسكانية وشفنا كمان فتتنا وشفنا الفطاير المقلية. هسه كمان معنا اتصال. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. مرحبا بك. كل سنة وانت طيبة. رمضان كريم. تصومي وتفطري على خير يا رب. اللهم آمين. الله أكرم. تصومي وتفطري على خير كمان. آمين يا رب. خير يا رب. تفضلي. يلا بسأل بس من الطريقة حقت عمل اللهم صل على سيدنا محمد الطريقة المثلثة حقت الفطاير اللي عم بتقعد قبل شوية. التشكيلة يعني؟ أيوة. ده إلا صراحة تحضر الإعادة لأنه إحنا سكناها قبل شوية. هي عادي أنت حتعمليها شكل دائري حتخطي حشوتك وبعدين حتمسكي بالجوانب. إن تشكليها على شكل مثلث يعني. أيوة. بتلمي الأطراف مع بعض. يلا بس أنا الدكتورة بس علي وجبة تكون غذائية متكاملة لي عمره سنة يعني أي حاجة بديها له سنة. هاي هل عنده أي مشكلة صحية أو كده؟ هو مفتون صراحة فاطمة ولأنه اللبن مؤثر معاه فبيجيب بأكل فيه وبياكل. هو ما عنده مشكلة لكن أسي حاليا في رمضان ده بيجي السكريات يا بها لي والأملاح يعني كان أكل شوية بس خلاص أنا كل شوية يقعد يبكي أي حاجة يأكل هنا. اوكي. طيب ما قاعد تديه اي لبن صناعي خارجي؟ والله بيشرب اللبن بتاع الحليب ده لكن بيشرب لبن الحليب قاعد ياثر معاه بتعبه مثلا بيعمل له نفاخ والله ولا ما ولا برجع بيتعبه لكن يا هو ما برجعه بيشربه لكن في الافرازات يعني. اوكي. طيب ممكن تتواصلي معي تاخدي رقمين الكنترول بس لانه حياخذ زمن البرنامج لانه قرب. ممكن تاخدي رقمين الكنترول وتتواصلي معي ما عندك مشكله. حاضر. معي شكرا لك. تسلمي كثير. الله يديك العافيه. يلا دي كانت حلقتنا لثاني ايام شهر الخير المبارك شهر رمضان. فاشتغلنا فيها مع بعض اللي هو الدجاج قلنا فتت الدجاج بالطحينه وكان معانا الفطاير المقليه واخر حاجه كان معانا السكسكانيه بالكستر. وصفات خفيفه جدا ان شاء الله يا رب نالت رضاكم واعجابكم. انتظرونا بكره ان شاء الله في حلقه جديده مع دكتوره زهره باذن الله تعالى. نخليكم في امان الله. في امان الله.